أهلا بكم مشاهدينا الكرام. ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بنحو جماعي في منتصف تعاملات ثالث جلسات الأسبوع، وسط اتجاه بيعي سيطر على تعاملات المصريين والعرب في مقابل اتجاه شرائي سيطر على تعاملات الأجانب. وارتفع مؤشر اي جي اكس 30 الرئيسي بنسبة 1%، فيما زاد مؤشر اي جي اكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 16%، كما ربح مؤشر اي جي اكس 100 الأوسع نطاقا بنسبة 19%. للمزيد معنا مينا بشرى من هناك من مقر البورصة المصرية. أهلا بك مينا. وهو ارتفاع جماعي إذن، ولكن لم يتخطى حاجز المقاومة، أليس كذلك؟ نعم، مساء الخير ولاء. ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصه ولكنه محدود وطفيف، تحديدا من جانب المؤشر الرئيسي مؤشر اي جي اكس 30 الذي اتجه الى المنطقه الحمراء ثم عاد مره اخرى الى المنطقه الخضراء بعد مرور قرابه الساعه ونصف الساعه صباحا من بدء التعاملات، ولكنه شهد ارتفاعا محدودا للغايه، وصل حتى هذه اللحظه الى مستوى 9%، ومسجلا 13219 نقطه بدعم من القوى الشرائية من جانب المستثمرين الأجانب والمؤسسات، ولكن المؤشر ما زال مستقرا داخل المنطقة الخضراء ولكن بنسبة محدودة للغاية. المؤشر الثاني وهو المؤشر السبعيني، وهو مستقر داخل المنطقة الخضراء منذ مستهل التعاملات وحتى هذه اللحظة نتيجة لاستمرار القوى الشرائية من جانب صغار المتعاملين، ليرتفع المؤشر بمقدار 16%، ومسجلا 577 نقطة. المؤشر الأوسع نطاقا مؤشر اي جي اكس 100 ارتفع أيضا بمقدار 23%، ومسجلا 1370 نقطة قبيل الإغلاق بساعة واحدة. أيضا إذا تحدثنا عن مستوى السيولة فهناك ارتفاع نسبي اليوم في مستوى السيولة التي وصلت حتى هذه اللحظة إلى قرابة 760 مليون جنيها وبحجم تداول تجاوز 315 مليون سهما، وبإجمالي عدد عمليات تم تنفيذها منذ بداية الجلسة وحتى هذه اللحظة بما يتجاوز 15,000 عملية. نعم، أنا بشكرك شكرا جزيلا مينا بشرى من مقر البورصة المصرية، شكرا لك. بحثت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر مع سفير ألمانيا لدى القاهرة يوليوس لوي زيادة حجم الاستثمارات الألمانية وتعزيز التعاون في عدد من المشروعات التنموية المستقبلية من خلال المحفظة المشتركة والبالغة قيمتها 360 مليون يورو. وأعربت الوزيرة عن تطلعها لزيادة الاستثمارات الألمانية في مصر والتي تتمتع بموقع كبير يربط بين أفريقيا وآسيا ولديها برنامج اقتصادي قوي، مؤكدة السياسة المنفتحة التي تتبناها الحكومة لتشجيع الاستثمار وما تقوم به من جهود من أجل توفير مناخ جاذب له وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين. توقع نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية عمرو المنير بدء تطبيق ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة خلال الأسبوع الأول من يونيو المقبل. وأضاف المنير أن شركة مصر للمقاصة ستكون هي المسؤولة عن جمع وتوريد الضريبة. كما أشار نائب وزير المالية إلى أن مصر تستهدف جمع حصيلة ضريبة الدمغة بين 1 و1.5 مليار جنيه، وذلك خلال العام المالي المقبل 2017-2018. قال وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل إنه يجرى العمل على تنفيذ خطة عمل متكاملة لتنمية الصادرات المصرية، وتتضمن خطة العمل وضع رؤية شاملة لتسهيل المنظومة الإجرائية المتعلقة بالتصدير من خلال تقليص عدد المستندات الحالية وتفعيل فكرة الشباك الواحد لخدمة المصدرين. وأكد الوزير أن الخطة تتضمن التركيز على جودة المنتجات المصدرة وتفعيل منظومة المشاركة في المعارض الدولية المتخصصة وتدشين بوابة إلكترونية لتكون منصة معلوماتية تسهم في الترويج للصادرات المصرية طبعاً.